خلونا نقف لحظات كده مع مسيرة جيانا فاروق، ما شاء الله عامرة بالمكاسب وبالأهداف اللي كلها كانت ناجحة قدام حضراتكم على الشاشة. هي من مواليد 10 ديسمبر 1994، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه والنادي الأهلي، درست الصيدلة بجامعة القاهرة. بدأت جيانا رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات، كانت بداية تدريبها مع السباحة، بعدين اتجهت إلى الكاراتيه. مشوارها ابتدته في كوميتيه الكاراتيه تحت 10 سنوات مع النادي الأهلي، ونجحت في الفوز بالمركز الأول على مستوى القاهرة وعلى مستوى الجمهورية. فازت بذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط في تركيا 2013. جيانا كمان حصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كيلو كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا 2014، وفازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كيلو كوميتيه برضو في بطولة العالم بالنمسا 2016، وفي 2015 فازت بالذهب في الألعاب الإفريقية بالكونغو. دي المسيرة بتاعت جيانا فاروق، واللي من بعد فوزها بالميدالية البرونزية أعلنت اعتزالها لعبة الكاراتيه، وقالت إن هي يعني حققت ما سعت إليه، ميدالية في الأولمبياد. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، مفيش شرف أكبر من شرف إنك تكون بطل أولمبي وإنك تكون ناجح إلى هذا الحد وإنك تكون واقف على منصات التتويج بعد سنين تعب كبيرة جدا. مفيش حاجة تضاهي هذا الإحساس. فببارك لجيانا فاروق، وببارك لمصر كلها، ببارك لأسرتها ومدربها وكل من ساعدها وكل من سندها، لأنه دايما النجاح له أسرار كتيرة جدا جدا. وأشدد مرة تانية وثالثة على أنه يا جماعة في حاجات وفي ألعاب تانية خلوا ولادكم تمارسها غير الكورة. في رياضات تانية أنت ممكن تفرح بابنك وتشوفه بطل وتشوفه حاجة حلوة أو حاجة عظيمة، ولو ما وصلش لأن هو يبقى بطل من الأبطال في الأولمبياد، هتشوفه هو شخصية ناجحة ومستقيمة وذهنه صافي وذهنه موجود. ما توقفش دماغك وتركن العربية على أنه الواد يا هيطلع لعيب كوره يا هيطلع لعيب كوره، ممكن يطلع حاجات تانية تفتخر بيه، زي ما أسرة النهارده جيانا فخوره بيها، زي ما أسرة سيف عيسى فخورين بيه، زي ما كل ابطالنا كده اسرهم فخورين بيهم.